بالعودة إلى التعزيزات العسكرية التي تقوم بإرسالها الوحدات الكردية إلى مدينة رأس العين، ينضم إلينا مجددا الصحفي صهيب جابر، معنا من غازي عنتاب. أهلا بك صهيب. هل من الممكن القول أن الوحدات بدأت تتجهز للتحرك التركي شرق الفرات؟ بداية أحييكم السادة مشاهدي أورينت. نعم صحيح، هذا من الممكن أن يكون أحد الأسباب الأساسية للتجهيزات، نستطيع أن نقول بعد تعزيزات التحالف الدولي عبر رأس العين تحديدا إلى الوحدات الكردية، ولكن أيضا هنالك أسباب أخرى من ضمنها حالة من التخبط داخل صفوف قسد، داخل صفوف وحدات بي واي بي وأيضا أدواتها في المنطقة. هنالك كما وصلنا عزل لقائد المجلس العسكري في دير الزور، هنالك تغيير لبعض القيادات في المنطقة أيضا، بالتزامن أيضا مع الخسائر التي كانت قد منيت بها الوحدات الكردية في معارك شرق دير الزور أو الريف الشرقي لدير الزور، غيرها طبعا أمام تنظيم دولة داعش في المنطقة. هنالك أيضا بحسب المعلومات التي وصلتنا، قسد أعلنت عن أن استئناف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش سوف يبدأ قريبا بعد توقف العمليات خلال الأيام الماضية. تنظيم داعش أيضا استطاع استعادة غالبية المناطق التي فقدها خلال هجوم قسد بتاريخ 10 سبتمبر الماضي. الحشد الشعبي أيضا كان قد تحرك بالترافق مع تحركات قسد من ناحية الحدود العراقية وقصف. طيب أستاذ صهيب، قبل الانتقال إلى التحركات العسكرية في تلك المنطقة، دعنا نتحدث أكثر عن التخبط العسكري داخل الوحدات الكردية. هل من معلومات لديك عن ماهية هذا التخبط؟ كان هنالك طبعا عزل لبعض القياديين داخل المجالس العسكرية لقسد في الريف الشرقي، بالتزامن أيضا مع استقطاب لقادة آخرين وقوات خاصة للوحدات الكردية. هل هذا العزل والاستقطاب هو حالة روتينية أم أنها حالة طارئة تشهدها الوحدات؟ هو حالة تعتبر طارئة بعد الخسائر التي ألحقها التنظيم بقسد في ريف دير الزور الشرقي. لذلك بعد أن منيت قسد بهذه الخسائر، استقطبت تعزيزات من قاعدة عين عرب تحديدا، من قاعدة شمال مدينة الرقة أيضا إلى المنطقة، وعزلت على الفور عدد من قادة المجالس العسكرية في ريف دير الزور الشرقي، بالإضافة أيضا إلى خلافات بالأساس هي قائمة داخل صفوف قسد في هذه المنطقة بعد الخسائر طبعا التي ألحقها داعش بهم في بتاريخ 10 سبتمبر. أيضا هنالك عدد كبير من الأسرى ومن قتلى قسد كانوا داخل هذه المناطق، ما استدعى طبعا وما أجبر قسد على التفاوض مع داعش لإخراج جثث هؤلاء المقاتلين، وأيضا لإطلاق سراح عدد آخر من الأسرى الذين أسرهم التنظيم في هذه المنطقة. لذلك هنالك نستطيع أن نقول حالة من ترتيب الأوراق بالنسبة للتحالف الدولي وقسد واستقطاب للتعزيزات، ثم بعد ذلك إعلان للمرة الرابعة نستطيع أن نقول عن بدء أو استئناف العمليات العسكرية ضمن عملية عاصفة الجزيرة. طبعا هنالك وفد من التحالف الدولي أيضا زار الرقة البارحة في حي المشلب، وهنالك ايضا وفد اخر اتجه الى قاعده منبج الوحدات الكرديه التي تسيطر عليها الوحدات الكرديه، ويبدو ان الهدف هو ايضا اعاده ترتيب التحركات العسكريه داخل هذه القواعد التي تحميها قسد، بالاضافه ايضا الى طبعا استهدافات مستمره خلال كل هذه الحاله من التخبط. هنالك استهدافات لم تنقطع حتى في ظل الخلافات الداخليه، استهدافات التحالف الدولي وقسد لم تتوقف على مناطق يقطنها عدد من المدنيين مثل الباغوز، السوسه، مناطق متفرقه بالقرب من الحدود العراقيه، ومنطقه تجين ايضا التي تعرضت لقصف اسفر عن استشهاد عدد اخر من المدنيين البارحه. استاذ صهيب، نعم، أيضا يعني بالحديث عن التحالف كان قد دعا قسد لتغيير أعلامها لإزالة شعاراتها من المناطق التي تسيطر عليها، وأيضا دعاها لتغيير قادتها في تلك المناطق. هل يحاول التحالف اليوم الضغط على قسد لتغيير سياستها وأيضا يعني تحويل الانتباه عنها في ظل الانتهاكات المستمرة التي تقوم بممارستها في مناطق سيطرتها؟ أستاذ أحلام، هنا مفارقة كبيرة صراحة. إذا ما تحدثنا عن الجهة التي توجه مثل هذه التعليمات لقسد، فنفس هذه الجهة هي لم تتوقف حتى اللحظة عن استهداف تجمعات المدنيين ومناطق يتواجد فيها المدنيون، ثم بعد ذلك يخرجون عبر الناطقين باسم البنتاغون أو باسم التحالف الدولي مثل بريت ماكورغ أو رايان ديلون أو شون رايان أيضا، الذين يعلنون أنهم حريصين جدا على حماية المدنيين، في الوقت الذي يعلنون أنفسهم
بقصف غارات التحالف الدولي. لذلك مثل هذه التوجيهات ليست ذات أهمية إذا ما كان الطرف الذي، يعني كأنما نقول أننا أن القوات الروسية توجه تعليمات لنظام الأسد وميليشيات سهيل الحسن والميليشيات الإيرانية لحماية المدنيين. هذا بالضبط هو ترجمة ما صدر عن التحالف الدولي. لذلك نستطيع أن نقول أنه لن يؤثر للأسف على حماية المدنيين فعليا، لأنهم هم جهات بالأساس تستهدف نعم. تجمعاتهم وتحرص على استهدافهم بشكل مباشر أيضا. ليس فقط هذه الجهات، ولكن أخيرا شكرا. طبعا هنالك البارحة كان استشهاد لامرأة في مخيم رجوان عن طريق حرس الحدود الأردني. نعم، شكرا جزيلا لك صهيب جابر الصحفي، كنت معنا من غازيانتاب.